الشيخ انتشر في الآونة الأخيرة تأخير الجنازة إلى الغد أو إلى حضور أولياء الميت، وكذلك الاستفاف بعد الدفن للتعزية، ما رأي فضيلتكم في ذلك؟ أما الأول فهو خلاف السنة لا شك فيها، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أسعوا بالجنازة، وتأخيرها خلاف أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم هو من جهة أخرى إساءة إلى الميت، لأن الميت الصالح إذا خرج من بيته يقول قدموني قدموني، يتمنى الإسراء، لأنه مقبل على سكن في الجنة، اللهم اجعلنا منهم. فهو إساءة للميت من جهة، وخلاف أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من جهة أخرى. وأولياؤه أو أصدقاؤه الذين ليسوا بحاضرين يمكنهم إذا جاءوا يصلون على قبره، كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم على قبر الرجل أو المرأة التي كانت تقوم المسجد. وأما الاستفاف للعزاء فهذا اتخذه الناس يقولون إنه أسهل. كان الناس بالأول كل إنسان في جهة من أهل الميت، فإذا عزوا واحدا جعلوا يلتمسون الآخر، أين فلان أين فلان، فقالوا نجتمع جميعا ليكون ذلك أسهل. فإذا لم يتطور هذا الشيء إلى محذور فهذا لا أرى فيه بأسا إن شاء الله. لكن الذي لا أرى له وجها هو أنهم يقبلون الذين هم أهل الميت، وهذا لا أصل له إلا إذا كان إنسان قادم من سفر وقبله بناء على قدومه من السفر. نعم.